هلو هلو، يوم جديد يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. النهاردة من لبسي باين أنه هنعمل أكل فلسطيني، ده التوب الفلسطيني التقليدي. كل مدينة بفلسطين ليها توب بألوان معينة برسمة معينة. التوب ده يعني من الحاجات اللي أنا بعتز فيها جدا ومن التراث الفلسطيني الأصيل. وصفاتنا النهاردة فلسطينية، مش يعني في منها جديد ومنها عملناه قبل كده هنجدده. أول وصفة هي من غزة، وصفة الفتة الغزوية. أنا أول مرة أسمع كنت عن الفتة الغزوية. بشكل عام غزة ليها كوزين كده شوية أو مطبخ مختلف سنة عن باقي مدن فلسطين. كل مدينة ليها أكل، الخليل ليها أكل زي القدرة الخليلية، نابلس ليها الكنافة النابلسية والكلاش. فالنهاردة هنروح لغزة وهنعمل الفتة الغزوية. رمضان يحب الأكلات اللي بتبقى فيها لحمة ورز، الفتات الحلوة دي. فالنهاردة فتتنا فتة غزوية، وكمان هنعمل التمرية. التمرية من اسمها بيبان انه فيها التمر، لا هي هنتكلم في الحلقة أكتر ليه تسمى التمرية. في كذا يعني قصة لإسمها التمرية. هي حلوة بسيطة جدا. كان بابا النهاردة الصبح بيحكي لي انه لما بقول له هعمل تمرية في الحلقة، قال لي وانا برابعة ابتدائي كنا الصبح نصحى قبل المدرسة نشتري التمرية من الباعة المتجولين في الشوارع. حلوة بسيطة، تكاليفها قليلة وطعمها يجنن ومناسبة جدا لرمضان. جنب الفتة الغزوية هنعمل كمان سلطة غزوية. السلطة الغزوية من السلطات الشهيرة الحراقة. المطبخ الغزاوي يعني بيدخلوا الفلفل الحراق بشكل كبير جدا. فالنهاردة هنعمل جنب الفتة سلطة غزوية. حلقتنا بتتعاد الساعة 2 الظهر على القاهرة والناس 2، ودايما حلقتنا كلها على اليوتيوب. بعد الفاصل إلى المطبخ ووصفات فلسطينية شهية. هلو هلو، حلقة جديدة وصفات جديدة. النهاردة هنحط رحلنا بفلسطين، وأول وصفة عندنا هتبقى من غزة. غزة فيها أكلات كتيرة، منها يعني حاجات كتير جديدة حتى بتبقى على مدن فلسطينية تانية. متميزين زي ما قلت لكم بالأكل الحراق، عندهم الدقة الغزوية مشهورة، السمائية. في أكلات كتير بيستخدموا فيها مكونات مختلفة عن باقي مناطق فلسطين. النهاردة هنعمل الفتة الغزوية. رمضان حلوة الفتات جدا، ومن الحاجات السهلة نحضرها للفطار. هتبقوا أول حاجة في الفتة دايما نقول فيها عناصر. العنصر الأولاني عادة بيبقى العيش. النهاردة هنستخدم الرقاق المصري العادي. في يعني انا ما اتفرجت على الوصفه، لقيت في عيش كده بيبقى ناشف غزاوي مختلف مش موجود هنا، قلت اقرب حاجه ليه الرقاق. انا بصوا هتلاقوا الرقاق واخد لون كده محمر، دخلته شويه الفرن يتحمص شويه، يعني هتلاقوه كده واخد لون متحمص منه. اذا الرقاق طري شويه بيرجع له القرمشه بتاعته وبيديله طعم حلو. فده اول عنصر. العنصر الثاني عندنا اللحمه. تعالوا نبص على اللحمه. في غزة بيعملوا غالبا اللحمة زي بتعمل المنسف اللي هي بالعظم. أنا النهاردة عملت لكم ده وده علشان إحنا بنحاول نقرب الوصفات ونخليها متداولة بينا أكتر. عملت موزة، عندنا هنا موزتين سلقتهم أهم، ولحمة قطع. يعني في رمضان برضو حلو لما نيجي نحط اللحمة على الفتة، تبقى حاجات سهلة في متناول الجميع. يعني لما تبقى بعضن تبقى مثلا قطع أكبر وكتيرة على شخص واحد. إذن سلقنا اللحمة إزاي؟ انتوا حفظتوا سلق اللحمة. في الأول بحط شوية زيت، بحط معاه شوية حبهان، عود قرفة، كم ورقة لورة، ممكن نحط حتة مستكة، بصلاية متقطعة أرباع، نشوحهم. نشوح اللحمة كويس، نضيف مية مغلية. اللحمة التشويحة دي بتضيع الزفارة. النهاردة أنا مستخدمة اللحمة ضاني، ممكن تستخدموا البقري. وبعدين منحط مكعبين مرقة لو حابين، ومية مغلية، وما بيطلعش أي ريم أو أي زفارة. أنا بسخن دلوقتي اللحمة مع الشوربة لأنه هنستخدم الشوربة وهنستخدم اللحمة، فخليها تسخن كلها. ادي عنصر التاني. العنصر الثالث الرز، زي رز الفتة المصري التقليدي بس هنعمله بالسمنة. برضو بمصر بيتعمل بالسمنة، فهاخد شوية حلوين من السمنة. وعلى فكرة يعني الثقافة اللي في غزة قريبة جدا من مناطق في قربها من مصر، هتلاقوا حتى الكلام متأثر شوية عن الكلام الفلسطيني باللهجة المصرية أكتر، ففي أكل كتير بيبقى مشترك.
في اكله كده لما كنت بعمل عن سينا بعض الوصفات اسمها الصيمه تقريبا، البطيخ الصغير بسينا وفي غزه بيشوه على الفحم وبعدين بيهرسوه وبيحطوا له طماطم، بيعملوه زي البابا غنوج كده. فلما كنت بدور الاقي وصفه موجوده في سينا وصفه موجوده بغزه، هي نفس الوصفه. هناخد الرز، رز مصري عادي جدا، هنحطه هنا ونديله تقليبه مع الملح، خلينا نقلبه شويه بس، اغطي الشوربه واللحمه خليهم يسخنوا بسرعه. طيب هنحضر الفته ازاي؟ هل هنحضرها ونستنى الناس توصل؟ لا، احنا هنحضر كل العناصر. هتبقى اللحمه والشوربه جاهزين، هيبقى الرز متفلفل، العيش متحمص، وعندنا حاجه اللي بتخلي الفته الغزاويه دي ما عليهاش زبادي، الدقه الغزاويه. دي من اشهر الحاجات اللي بتضاف على اكلات غزاويه كتير. الدقه دي عباره عن فلفل حراق كتير وتوم وليمون وزيت زيتون وملح، وبتتحط على الوش مع المكسرات وجنبها، بتفضل محطوط يعني في طبق جنب الفته، هي اللي بتديها الطعم المميز ده. هحط شويه ملح، والميه سخنت، خلونا نقلب الملح بعدين نضيف الميه المغليه. عملنا فتات كتير في رمضان، عملنا فتة الشاورما، وعملنا عملنا ايه كمان، وقبل كده عملت لكم فتة البتنجان وفتة الفراخ، عملناها كمان في رمضان. فتات من الحاجات اللي بتليق جدا على سفر الرمضانية. ناخد المية برضو مغلية ونغمر الرز كله كده ونعلى عنه ونخليه يغلي غلوة، والتانية نوطيه ونغطيه. هنقلب هنا. في ناس بيحبوا يحطوا له كمان مكعبات من المرق. طيب اخد شويه السمنه دول هنا، بيطلع طعمه كده دسم ولذيذ، بما انه الوصفه بسيطه جدا، يعني هي رز ولحمه وعيش، وهيتسقى بمرقه اللحمه، والتقليه الدقه الغزويه هتبقى على الوش. خلي الغطا هنا، تعالوا نحضر مع بعض الدقه الغزويه. بصوا هنعمل ايه. فلفل حراق كتير هناخده كده، شايفين كمية حلوة. انتوا ممكن تتحكموا على فكرة بقد ايه حراق، وفي انواع من الفلفل الحراق الصغير خالص بقى حراق قوي، الفلفل الاخضر اللي بقى لونه فاتح ده مبقاش حراق جدا. لو شلنا هحاول بعد الفصل اجيب لكم حباية كاملة، لو شلنا العرق اللي جوه ده خالص بنقلل نسبة الحرقان قوي. هناخد التوم، التوم هنا مش مهروس، متقطع ناعم 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 بالسكينة اهو، وهنضيف لهم الاتي: عصير الليمون، كميه حلوه من عصير الليمون بقى فيه مزازه، بنعادلها بزيت الزيتون اللي يعني من الحاجات اللي وفيره بفلسطين ومنطقه بحر الابيض المتوسط كلها. ممكن نديها سنه خل كمان، نقطه كده صغيره، والملح. ودي الخلطة اللي هتتحط على الفتة، هنقلبها ريحتها تجنن. دي بقى تحطوها، حطيناها قبل كده في حلقات على الفول، تحطوها على جنب على الحمص، تطلع طعمها حلو قوي قوي. تعالوا نجيب طبق نطلع اللحمة علشان نبتدي نحمرها. بحب اديها تحميره بالوصفات القدره والحاجات اللي هي الفلسطينيه دي، تقليديا ما بيحمروهاش بعد ما يسلقوها، بس انا بحس التحمير ده مش بس بيديها طعم حلو، بيديها كمان لون حلو، بالذات الموزه. اللحم اللي بالعظم كده لما ياخد تشويحه، وبالذات زي ما اقول لكم الموزه، بيطلع شكلها وطعمها حلو قوي. فانا هشيلهم مستويين تماما، شايفين عود القرفه اهو والبصله. مش هحط بقى حطيت كام فص توم للامانه، لانه الوصفه دي مليانه توم زي ما انتم شفتوا بالدقه اللي حضرناها، فضفت فصين لثلاثه توم على السلق. حمرتهم بالاول مع البصل مع اللحمه والبهارات. الرز بيغلي اهو. اذا قلنا هنحضر كل العناصر، تحمروا اللحمه قبل ما الناس توصل، الرز يبقى مستوي، والدقه تبقى جاهزه. هاتوا نشيل كل اللحمه، ولو عايزين سلق اللحمه اعتقد كنترول احنا نزلنا قبل كده فيديو
على اليوتيوب ماي شو طريقه سلق اللحمه، نزلناها وصفه لوحدها. صدقوني من احلى احلى طرق سلق اللحمه وابسطها، ولما بعملها دايما على الانستجرام ناس كتير بيقولوا لي خليتي اللحمه ما بيطلعش فيها زفاره، يعني ناس كتير تتجنب السلق من البنات الجداد اللي بيطبخوا عشان خايفين من ريحه الزفاره. اذا هنعمل ايه؟ هنقلب الرز تقليبه ونغطيه عشان شايفين مش عايزينه يمسك كده في بعضه. نقلبه كويس خلاص. في المرحلة دي الرز يتوطى على أقل حاجة، يعني على الواحد، أنا عندي من 1 لـ6 على 1، وياخد وقته ويستوي. دلوقتي عايزة أجيب طاسة، عندي طاسة هنا، نحمر اللحمة. الشوربة خلاص ممكن نشيلها على جنب، وأحمر أحط الطاسة تسخن ونرجع بعد الفاصل نحمر اللحمة مع بعض ونكمل باقي تفاصيل الفتة. استنونا. تعالوا نحمر مع بعض اللحمة. الرز بيستوي طبعا، أنا محضرة رز تاني عشان بس الوقت، ونحمر مع بعض اللحمة. شوية سمنة كده وناخد اللحمة، بالذات زي ما قلنا الموز. خدت قد إيه صحيح تسألت؟ يعني اللحمة طبعا الموز الضاني خدت وقت أقل يعني ما أنا توقعت. لما بيبقى المرعى كويس تبقى طرية جدا، خدت تقريبا بالكتير 45 دقيقة كل اللحمة عشان تكون طرية خالص. هنعمل فيها تحميرة، وأجيب الباقي برضو ده نحمره. خلي معانا الملقاط، بحس بيديها لون حلو وطعم حلو الاثنين. ممكن نقرب الطبق كده ونحمرها. الخطوة دي بنعملها عند التقديم، منها بنسخن اللحمة ومنها بنديها لون وطعم حلو. هي طبعا واخدة البهارات المطيبة زي ما شايفين هنا البسيطة، مفيش أي طعم طاغي. الفتات اللي هي زي القدرة حتى الفلسطينية، ارجعوا اكتبوا ميشو القدرة هتلاقونا عملناها قبل كده. لحمة بس لحمة القدرة لازم بالعظم، لحمة وسمنة ورز، وفي ناس بيحطوا لها ثوم وحمص حب، وفي ناس ما بيحطوش عشان ده كان خلاف يعني أساسي. الأهل غزة بيحطوا ثوم، أهل خليل ما بيحطوش ثوم، بيتعمل قدرة غزوية برضه. انا صفيت الشوربه ورجعتها في الحله عشان تبقى متصفيه من البهارات. بصوا اللون اللي بتاخده فرق، بيدي طعم حلو وبيدي لون حلو في التقديم، روعه. طيب تعالوا دلوقتي نحضر مع بعض الفته. نجيب طبق تقديم حلو ونبتدي نفت. اسم الفته جاي الفتات من فت العيش يا جماعه. اعتقد لما قعدت كده اذاكر شويه اصول الاكل الشامي والفتات وحتى الاكل الخليجي، الثريد والفتيت عندهم الاكلات دي، ما كانش زمان عندنا في منطقتنا العربيه رز. يعني الرز ده دخل بعد ما احنا طورنا اكلنا، الرز ما كانش بيتزرع بكثره بالذات في منطقه الخليج العربي، الجزيره العربيه وبلاد الشام ما فيش رز، مصر فيها زراعه الرز. كانوا يعملوا العيش، يعني المنسف مثلا كان خبز عليه الجميد اللي هو الجميد السائل، عليه اللحمه، وحتى ما كانش فيه مكسرات. بدخول الرز حافظنا على العيش، ما شلناهوش من الوصفه. هنفت العيش وهنشربه. في اكله اصلا سعوديه اسمها تشريبه، بيشربوا العيش. هنحطه هنا عشان كده بقول ما نحطش ما نركبش الفته كده على بعضها قبل الفطار بكتير، لانه العيش هيطرى قوي. فدي مرحله التقديم خلاص، يعني مثلا بيدن 6 وثلث، 6 و10 نركب الوصفه كده مع بعض. انا هزود هنا العيش خليه يبقى ظاهر في كل الجهات. شايفين قرمشته لما اتحمر؟ خلاص كفايه الكميه دي ونبتدي نشرب. دول على جنب، اجيب الحله بس نقلب ده تقليبه برضو عشان ياخدوا لون. الله
عايزه اوريكم اللون ده. بص تحفه، لون متحمر كده وحلو وهيدي كريسبنس وشكل وطعم. خلاص انا هطفي النار عليها لسه بتفضل شويه الحراره، وناخد ده جنبنا. مرقه السلق البسيطه بنكهه الثوم والبصل والبهارات اللي هي قرفه وحبهان ولورا وشويه فلفل اسود، وحطيت عليها مكعبين من المرقه. هنبتدي نشرب. في فتات كتير ما بتخش فيها الرز زي فتة البتنجان. في ايه فتة اقول لكم بتخش فيها الرز؟ في فتة كرشة. كان نفسي والله احضر لكم وصفة كده. انا عارفة في مصر ما بياكلوش الكرشة، احنا في فلسطين بنسميها كرشات. بتتنضف طبعا تنظيفة رهيبة رهيبة، يعني بتبقى ماما بتفضل تنضف لحد ما تبقى لونها، عارفين القطنة ما بتكدبش كده، ابيض ابيض جدا. بعدين بتتقطع زي القماش وبتتحشي رز ولحمه مفرومه، رز بالبصل ولحمه مفرومه والحمص، وبتتخيط وبتبقى زي السرر كده، وبتتسلق بحل الضغط وبتطلع دايبه. وبنعمل منها برضو فته، بنقطعها مربعات كده، وبعد ما تدوب خالص بنشوحها، وزبادي وتوم وصنوبر ومرقه تحفه. حاولت والله اليومين دول مش لاقيه كرشه وكوارع، كنت في وصفه كده لو لحقت الاقيهم هعملها لكم. دلوقتي هناخد الرز، تعالوا بص على الرز اللي احنا عملناه قرب، بس طبعا لسه ما استواش. هناخد شوكه لسه ما استواش، خلونا اهو نقلبه كده شويه. خلاص هنستخدم الرز اللي احنا محضرينه قبل الحلقه. هاتوا الرز. هنعمل زي ما قلنا جنبها اتفقنا سلطه غزاويه، مش السلطه الغزاويه التقليديه، في نوع تاني بالطحينه حلو جدا. ناخد الرز، ممكن زي ما انتم شايفين هنا ادينا شويه من الرز شوربه وادينا له شويه فلفل اسود، ممكن تعملوا كده ما انه الشوربه كتيره، ممكن نسوي الرز بالشوربه. نحط كده، اللحمه استوت، الدقه جاهزه، جاهزين على التقديم، فاضل لنا صنوبر او لوز مقلي. اول مره الصراحه يعني اشوفها، كان من قريب يعني ماما ما كانتش بتعملها، عجبتني جدا جدا، وحسيت بنكهات التوم والفلفل مع الرز والشوربه واللحمه هتطلع حلوه جدا. طيب نحط اخر كميه من الرز ونبتدي نرص اللحمه. شايفين العيش بحبه يبقى ظاهر بره كده، عشان كده زودت الكميه. خلاص الرز تمام، نظبط بس هنا، نزود شويه العيش يبان اكتر، وننضف ونبتدي ناخد اللحمه ونحطها هنا. ناخد عملنا تو اوبشنز، عملنا اللي عايز بالعظم، هتنحطها ازاي، نعمل كده وكده، ونحط القطع الباقيه نوزعهم على الفته. شايفين لونهم الحلو؟ برضو ممكن نعمل جنبها سلطه زبادي هتطلع حلوه جدا. انا النهارده عامل سلطه بطحينه، ممكن تعملوا سلطه خيار بزبادي، سهله جدا. خيار مبشور مع الزبادي، وهنحط له النعناع الناشف والثوم المهروس وملح وشويه زيت زيتون، ولو بتحبوه مزز ممكن تزودوا له شويه ليمون. انا مش متعوده اقعد ارص الحاجه، انتوا حافظيني، فانا هبتدي بايدي كده اوزعها. خلوني احط طاسه تسخن على النار صغنطوطه عشان اللوز، صنوبر، انا النهارده عندي صنوبر عامل حراره. اذا النهارده اكلنا من فلسطين الحبيبه، كلنا بالايام المباركه دي ندعي يا رب انه يتحرر المسجد الاقصى، وامنيه انا عارفه مش بس المسلمين، امنيه يعني ناس كتير انهم يصلوا بالمسجد الاقصى ويروحوا يزوروا مدينه القدس ونزور فلسطين الحبيبه يا رب. طيب هناخد دلوقتي، مكملين بالسمنه، تعالوا ناخد السمنه عشان نعمل صنوبر. انا مشغله العين دي، خليها تسخن. هناخد دلوقتي جزء من الدقه اللي حضرناها وهنحطها هنا على اللحمه. بصوا هنسقي اللحمه بالخلطه دي، فته جديده ولذيذه، واللي بيحبوا الحراق هيتبسطوا جدا جدا.
فيها شبه شوية من الفتة المصري، عدم وجود الزبادي، بس احنا بنعمل في مصر الصلصة برضو بتبقى حراقة شوية واخدة توم وفلفل، بس بتبقى ليها نكهات كمان الكمون والكزبرة الناشفة. هاتوا ناخد طبق صغنطوط اهو عشان نحط فيه باقي الدقة ونحطها جنبها. تعالوا نحمر الصنوبر. اين الصنوبر؟ انا حطيته قدامي اهو. هناخد الصنوبر ونحمره. خلونا يا كنترول نحمر الصنوبر ونضيفه على الوش ونطلع فاصل عشان نعمل مع بعض بس السلطة ونبتدي بالتمرية. يلا بينا. طيب ثانية واحدة، صنوبر ما بيتسابش ها، لانه فجأة مع الحرارة بيبتدي ياخد لونه ويتحرق، وصنوبر غالي اليومين دول، عشان كده ممكن تستخدمه. انا عايزه معلقه. ممكن تستخدموا اللوز اللي متقطع شرايح زي صنوبر، اسمه لوز صنوبري. نحمره. في المرحله دي للرز بحب اضيف عليه، تعالوا نرجع للرز، اضيف عليه بالاخر معلقه سمنه كده على الوش. بصوا اهو بتفلفل، معلقه سمنه كده على الوش. دي حركه ماما في العزومات دايما، ماما سمنه كتير، تقول لي معلش معلش عندنا عزومه هنصرف ونكلف، بس هي بتبقى عايزه الطعم يبقى يعني احلى ما يكون، فما فيش وقت نحسب السعرات يوم العزومات. نرجع للصنوبر، نقلب. ايوه اهو ابتدى ياخد اللون، وهتاخد على فكره السمنه او اي زيت هتحمروا فيه المكسرات بياخد الطعم، فهنضيفه على الوش. سمنه بقى وسعرات، المهم الاكله النهارده طعمها حلو. نعملها على الاصول، نقلب. خلاص هو ابتدى ياخد اللون الاشقر ده، لما بيغمق بيدي مراره سنه. جاهزين؟ يلا طبقنا اهو الرئيسي بالسايد ديش بتاعه، واخر حاجه نضيف عليه الصنوبر بالسمنه دي، ونطلع فاصل ونرجع نعمل السلطه اللي بتليق مع الطبق ده وكمان التمريه، واحكي لكم حكايتها. تعالوا نعمل مع بعض سلطه غزاويه، بس اللي بيتفرجوا علينا من غزه يعني هيسامحوني في حاجه. العين جراده، ناس المصري هيسالوا هي ايه العين جراده. العين جراده هي بذره الشبت، بذور الشبت زي ما بذور الكمون اهي قدامنا، بيستخدموها في السلطه الغزاويه اللي هعملها النهارده واللي من غير طحينه. تبقى بذره كده شبه بذره الكمون، بس شكل العين كده يعني مفلطحه شويه وليها طعم مميز. ما لقيتهاش، كانت عندي والله ماما جايبها لي، بس في زحمه رمضان تاهت. فالصح انه نستخدم عين جراده. هنبتدي الاول نحط الفلفل الحراق. السلطه الغزويه بتدق، مش بس تتفرم، هتلاقوني فرماها وهدقها مليانه فلفل حراق. وهنحط لها ثوم، هنحط اربع فصوص ثوم، وهنحط ملح، عشان ملح اول حاجه طبعا في الوصفه، وتاني حاجه بيساعد يدوب الثوم. تعالوا نحط دايما تحت اي هون نشتغل فيه فوطه كده، ونهرس كل الخليط ده. طبعا هم عندهم الهون الاكبر بيبقى في كل بيت، هون بتاع السلطه. انا اشيل دول لانه دول قاعدين بيعملوا صوت، ده اللي هنغرف فيه السلطه. نهرسها كويس، وهنهرس الطماطم وهنهرس الورقيات كلها، بتتعمل زي ما انتم شايفين بالهون. انا النهارده ما انه ما عنديش عين جراده، حسيت انه الكمون هتليق شويه، ممكن تشيلوه خالص. بس اكتشفت على فكره انه عين جراده دي موجوده في مصر، لازم تقولوا للعطار بذور الشبت لانه بيستخدموها في زراعه الشبت، فهي موجوده. هدق الكمون، يعني كمون وثوم وفلفل حراق اكيد طعمهم حلو برده مع بعض،
لما ينقص مكون ممكن دايما نبتكر ونشوف عندنا ايه في المطبخ. هناخد البقدونس، برضو هنهرس البقدونس كده مع الشبت. اذا عين جرادة هي بذرة الشبت، ويمكن المطبخ الفلسطيني ما فيش فيه شبت خالص غير في غزة، عشان كده بقول لكم هو قريب قوي للمطبخ المصري. واكيد الهرس ده او الدق ده بيطلع نكهات زيوت، هي الاعشاب مليانة زيوت عطرية فبيزود النكهة جدا. ممكن نزود شوية ملح برضو. هنحط الطماطم برضو متقطعة صغير وهنهرسها. هنا بقى بنبتدي نهرس على الخفيف كده. نحط الطماطم، هنحط شوية خيار مش كتير، يعني لو كانوا مثلا أربع طماطميات نحط لهم خيارة واحدة. نهرس، هتنقلب، عايزة ملعقة، نقلب كل المكونات. سلطة جديدة ولذيذة يعني، وأنا بتفرج عليها حسيت إنه إيه ده، أنا حابة إني أجربها. ممكن تتقدم طبعا كده، نحط لها، هتنقلها طبق التقديم ونحط لها زيت زيتون، ده كبير شوية عليها بس أنا هخلط لسه الطحينة معاها. نحطها هنا، وعايزة لسه زيت زيتون وليمون. بسم الله، نضيف بقى، متخيلين طعمها حراقه كده وثوم وشبت، اول مره اخلط الشبت مع البقدونس كمان. هنحط لها عصير الليمون، ونحط لها كمان كميه حلوه من زيت الزيتون والطحينه. دي طحينه مش سلطه طحينه، طحينه ساده. نقلبها، شكلها يجنن يا جماعه. طبق ده كبير، خلاص ننقله على، كويس ان محضره طبق صغنطوط. وكده نقدر نبتدي بالحلويات. النهارده عندنا التمريه، وادي السلطه الغزويه. طيب انا هجيب حاجه من الثلاجه علشان نبتدي بالتمريه. حشوه التمريه هي اسمها، وما فيش فيها تمر، وهقول لكم الحكايه. بس خلونا الاول نبتدي نشوف الزيت سخن، سخن ولا لسه، ابتدى يسخن. نحضر التمريه وتبقى جاهزه للقلي. عجينه بسيطه جدا اهي، من الدقيق مع الميه ورشه الملح، هنعجنها بعد الفاصل. بتستريح في الزيت، عامله كده شويه شبه المشلتت، فكره الفطير المشلتت من ريح العجينه في الزيت. الحشوه دي برضو هنعملها، هاخد هنا ميه، هتحطوا تقريبا اربع كوبايات ميه، انا للسرعه اهو حطيت ميه مغليه وزناهم قبل ما احطهم هنا، اربع كوبايات ميه. هتحط لهم كوبايه سميد، اين السميد؟ اهو، نجيب الماجرين كاب، سميد اللي هو سميد البسبوسه اهو، ده السميد الناعم. دي الحشوه ما بتبقاش فيها حليب او اي حاجه، اهو نص كوبايه وكوبايه كملناها. سنه ماء ورد او ماء زهر او مستكه او اي نكهه انتوا بتحبوها. شوية سكر، لأنه إحنا هنضيف سكر على، أين السكر؟ أنا حطيت السكر جنبي، هو موجود أهو. شوية سكر، وإحنا هنحط زي ما قلت لكم سكر على الوش، سكر بودرة. بحط نص كوباية سكر كده، بدوب السميد جوه. خليني أجيب، بس أنا سبته شوية، لازم نضربه بمضرب السلك لحد ما يتجانس ويبقى زي البودنج. ندوبه أهو، واول ما يتقل زي المهلبيه بنضيفه في صينيه زي ما انتم شايفين، وبنحطه في الثلاجه، وهي دي الحشوه. انتم ما تستنوش زي انا، المفروض كل المكونات تبقى جنبي، هو ابتدى انه يتكتل كده. خلينا نسيبه شويه، هرجع له ونفرده بالصينيه ونحطه في الثلاجه. بعدين هنطلعه ونقطعه كده مربعات، ودي هي حشوه التمريه. حشوه سهله جدا، اطلعها لكم تبقى متماسكه ازاي. تبقى القطعه كده متماسكه، ولازم تبقى ساقعه. شايفين ادي القطع اهو، نطلعهم ونجهزهم للعجينه. بالظبط هي العجينه دي محشيه بحلاوه السميد ومقليه، وبتاخد سكر بودره على الوش. تعالوا نعمل دول. قدامنا قد ايه وقت يا كنترول؟ طيب بدقيقه. تعالوا نحشي واحده من التمريه.
اذا زي ما قلت لكم اهو رجع فك خلاص وبيتقل تاني. السميد من الحاجات اللي بتبقى خفيفه اول ما نحطها وبعدين على طول مع تشربها للسوائل بتتقل، شبه ليالي لبنان عملناها بس بالحليب. هناخد قطعه عجينه اهو هي اوريدي بالزيت وطريه، ناخدها بنفردها كويس كده بالايد، نتاكد بس انه هي مش فيش فيها خروم، نوسعها وبنحط قطعه من الحشوه. وهحكي لكم الحكايه بعد الفاصل. انا زيكم كنت اتساءل يا ترى التمريه دي واخده اسمها من ايه؟ اهي دي اللي هتتقلي بالزيت شايفين، وبتاخد بس سكر بودره. وعندي ليها ذكرى حلوه جدا، كان جارنا في الكويت، كنت عايشه في الكويت الله يرحمه عم ابو غازي، العماره فيها تقريبا 7-8 شقق. يوم الجمعه بعد الصلاه انا طفله مؤقته انه هفتح بعد الصلاه الباب والاقيه معلق على كل باب بيت طبق فيه تمريه. الاكل يا جماعه احلى الذكريات. طيب نطلع فاصل ونرجع نكون جهزنا شويه تمريه نقليها، نعمل مع بعض العجينه وتكون الحشوه بقت جاهزه. استوت حلاوة السميد، تشربت، ناخدها على صينية ونفردها كده. ودي من الحاجات اللي أنا برضو بنعملها بفلسطين وفي الأردن كتير، منديها ساعات لون طعام كده بينك أو أخضر أو حاجات للولاد يعني، ومنحط لها منظبط السكر أكتر، بتبقى زي المهلبية وبتتفرد وبتتقطع وبيحبوها الصغيرين جدا جدا. من الحاجات البسيطة والسريعة، سميد ومية وسكر ولون، عملناها قبل كده. هنفرد دي وندخلها التلاجة لحد ما تتحول زي القطع اللي عندنا اللي هي دي، شايفين تتقطع ازاي اهي، تدخل ساعة ساعتين تتماسك كويس. حضروها قبلها بيوم. تعالوا دلوقتي الزيت انا عاملة فيه تست هنا صغير، نشوف العجينة، قطعة من العجينة كده درجة حرارة الزيت. تعالوا نحط كم قطعة ونشكل تاني قطعة تانية وكمان نعمل العجينة. لاحظتوا اني بعد ما ضفت القطعة السميد ضغطتها كده عشان تتفرد، وبنحطها في الزيت، مش عايزة اكتر عشان الزيت ما يبردش. فخلونا الاول ناخد الحرارة، نحط واحدة تانية كمان، نوزعها كده. وتعالوا نعمل مع بعض هنا كمان واحدة. إذا خدنا العجينة اللي مستريحة في الزيت نص ساعة على الأقل، شايفين بتتفرد معانا إزاي بكل سهولة. ناخد قطعة الحشوة منغلفها كده، وطبعا دي سمكتها غير دي، نضغط بحذر كده لحد ما تتحول للشكل ده. تعالوا نبص عليها وهي بتتقلي هنا، دي بتتعمل في القدس وفي نابلس وأماكن كتير. اسمها تمرية ليه؟ تعالوا اقول لكم. واحنا بنعجن عندي هنا دقيق، عايزه اقول لكم انه اي مقدار من الدقيق، عشان هي مجرد دقيق وميه وذره الملح، فهنتعلم ازاي نعملها من غير مقادير. الميه اهي، هستخدم عجان ميانتا وهنبتدي نحط الميه بالتدريج، ميه درجه حراره الاوضه، لحد بس ما العجينه تلم، لا تبقى ناشفه قوي ولا طريه. وبعدين بشكلها، بقطعها شكل كور زي ما انتم شايفين هنا، وبنحطها في الزيت وبنغطيها. نعلي الحرق السرعه، طبعا مستخدمين يد العجان. تعالوا نبص هنا على التمريه، هي ابتدت تتحمر، شايفين ابتدت تاخد لون حلو، وعجينه بسيطه جدا هتطلع مقرمشه وهشه. سكرها خفيف تقريبا، مفيش سكر، السكر هيجي من رشه سكر بودره كميه. نعلي سرعه العجان، لسه بيلم الدقيق اللي تحت، شوية ما نتسرعش نضيف مية قبل ما نحس انه كل الدقيق ابتدى العجينة بيختلط. هضيف سنة هنا على الطرف عشان يبتدي يلم معايا، ابتدت اهي تلم كل العجينة على ايد العجان. مش محتاجة دي مية دافية او حاجة لانه ما فيش فيها خميرة. خلاص العجينة اهي، نعلي السرعة،
بصوا هنجيب شوية دقيق، بس أنا عيني على التمرين مش عايزة تحرق. نجيب شوية دقيق ونلمها، أشيل يد العجان من غير ما أزود دقيق كتير، أنا هاخد الدقيق اللي يخليني ألم العجينة أهو بإيدي كده. بصوا هي دي العجينة، ولا طرية ولا بتلزق، يعني بصوا ما بتلزقش ومش ناشفه بنفس الوقت، محتاجينها تبقى كده علشان تتفرد معانا زي ما انتوا شفتوا. انتوا دايما الدقيق رشوا على المسطح اللي انتوا شغالين عليه وعلى ايديكم، ما تزودوش كتير من غير داعي، بتنشف العجينه على الفاضي. نرجع للتمريه اللي في الطاسه ومجهزين السكر البودره، والنهارده هعمل لها اضافه كده صغنطوطه من الفستق. احكي لكم حكايتها بقى، كنت بستغرب ليه تمريه وما فيش فيها تمر، نتوقع من اسمها انه هي فيها التمر. يقال انه لما حصل الاجتياح الاسرائيلي على فلسطين ونزحوا ناس كتير من مدينه عكا الى مدن الوسط الفلسطيني، نابلس والخليل والقدس، خدوا الوصفه معاهم دي لنابلس، نقلوها، وكانت الوصفه دي من مدينه تمره. يقال انه في مدينه فلسطينيه اسمها كده واتنقلت. القصه الثانيه انه هي بيقولوا اسمها مش تمريه، تمريه من التمر. ليه بقى؟ لانه انتوا زي ما انتوا شفتوا احنا عملنا ايه، تعالوا نعمل الحركه دي مع بعض، من حركه تمر الحشوه جوه اهو، انك بنحط الحشوه فيها وبنطمرها كده. مفيش تاكيد على اي قصه من القصص دي، بس هي دلوقتي بقت مشهوره انها من مدينه نابلس. خلاص دول استووا وقرمشوا، نطلعهم من الزيت. هاتوا اكيد طبق اصغر لحد ما الطبق ده كويس، لحد ما نقلي التاني. هناخد دول هنا، محتاجه الزيت تبقى سخن قوي، وانا يمكن كميه الزيت عندي كتيره خدت وقت. هاتوا نحط اتنين تانيين، واحد، نفردها برضو بتستوي اسرع. شايفين عجينة لينة ازاي؟ بصوا تاني، معلش كنترول، بصوا هنا دي بضغط عليها اهو، الحشوة جواها، العجينة بتتفرد والحشوة برضو بتتفرد من غير ما تتقطع. بصوا دي بتتقلي كويس اهي، لانه احنا حطيناها بزيت سخن تعمل البابلز دي اهي، شايفين؟ طيب تعالوا هنا نحط السكر، نشيل الطبق ده. كان نفسي اقلل لكم كمية كبيرة بس محتاجة زيت كتير يبقى سخن. هناخد هنا السكر البودرة، وده اللي هيديها الحلاوة الخفيفة، لأنه برضو مش كتير، هو بس الطبقة اللي على الوش. والنهاردة حابة أديها من عندي دي، عذرا لأهل نابلس، شوية فستق إحنا في رمضان، هتديها طعم لذيذ. تعالوا نبص عليهم هنا تاني، هي ابتدت تعمل البابلز، شايفين حلاوتها. إذا النهاردة عملنا أكلات من فلسطين، من مدينة عكا أو نابلس، من مدن فلسطين الجميلة. الوصفة دي يا جماعة اللي بتفرج علينا عندكم سمية بسبوسة، أنا عارفة، وفي دقيق وفي رشة ملح، في شوية موارد أو مزهر، وفي مية، ولو ما فيش سكر بودرة هنطحن شوية سكر. وصفة يعني بسيطة جدا، مكوناتها حلوة جدا في نكهتها، والكل يقدر يجربها، وأنا عارفة أنه هيحبوها في مصر لأنه نكهتها بسيطة ومش غريبة على المطبخ. خلوني، إحنا معانا وقت قد إيه يا كنترول؟ معانا دقيقة، بما انه حطينا فستق ليه ما نحطش ورد؟ تعالوا ناخد شويه ورد مجفف، ممكن نفتح واحده من النص ونشوف شكلها. ناخد شويه ورد مجفف كده ونوزعهم على، الله دي تمريه متدلعه. النهارده زرنا فلسطين وتعرفنا على الفته الغزاويه الشهيه، وعملنا سلطه غزاويه لذيذه، وكمان عملنا التمريه. واتمنى انكم تجربوا الوصفات دي، حلوه جدا. ودايما في ميز شو انه بنلف العالم دايما شرق وغرب، بنرجع نحط رحالنا في وطننا العربي وبلداننا الجميله ووصفاتنا الشهيه. حلقتنا بتتعاد حالا على الساعه 2 الظهر على القاهره والناس 2 يوميا في رمضان، كل حلقاتنا بتبقى على اليوتيوب. بحبكم جدا وعايزاكم تجربوا كل الوصفات وتكملوا تبعتوا لي زي ما تبعتوا لي دايما، وتفرحوني بتطبيقاتكم. ما تنسوش حلقه الكحك والبسكوت الاسبوع ده، استنونا. باي.